تسببت حادثة مقتل نحو 30 عنصرا من عناصر ميليشيا الحشد قرب الحويجة بظهور خلاف بين هادي العامري وحيدر العبادي، حيث وجه العامري اللوم إلى العبادي كونه أعلن عن عملية عسكرية في البصرة وحمله ضمنيا مسؤولية حادثة الحويجة لأنه أمر بسحب الفرقة التاسعة من الجيش وتوجيهها إلى البصرة. وعلينا عدم الغفلة لأن المعركة مع الإرهاب لا زالت لم تنتهي وعلينا أن نتهيأ وأهيب بكافة أخوتي في الأجهزة الأمنية أن يكون على أهبة الاستعداد وعدم الغفلة وعدم إعطاء أي منطقة أولوية. اليوم أولويتنا معركة الإرهاب، إرسال الجيش إلى هنا وهناك وإرسال الشرطة إلى هنا وهناك هو إلهاء عن معركتنا المصيرية وهي المعركة ضد الإرهاب. في حين تحدث العبادي عن تفاصيل حادثة الحويجة وتساءل عن المسؤول عن إصدار أمر خروج هذه القوة من غير إسناد، ملقيا بالمسؤولية على ميليشيا الحشد التي تحركت دون تنسيق مع باقي القوات. وتم ملاحقة الخلايا النائمة اللي هي تختفي بتلك المنطقة، المنطقة اللي حصل بها الحادث غير آهلة بالسكان، والتحقيق يشمل على من أصدر أمر خروج هذه القوة المحدودة من دون إسناد. الشرطة الاتحادية حسب ما ذكرت في تقريرها أنه لم تخبر ولم يكن هناك طلب لإسناد إلا في عندما حصل المواجهة، ونشدد مرة أخرى على أهمية الالتزام بالتوجيهات العسكرية للقوات المسلحة في حركة القوات والحيطة والحذر من وجود خلايا إرهابية نائمة.